معنا الفيديو يقدم نظرة شاملة على الأجزاء الخلية الرئيسية، يبدأ بالتركيز على غشاء الخلية الذي يظهر كطبقة خارجية تحيط بالخلية ويقدم حماية للخلية من البيئة المحيطة بها، ويتم التسليط على دور هذا الغشاء في السماح لبعض الأجزاء بالدخول والخروج من الخلية. ثم ينتقل الفيديو إلى السيتوبلازم، وهي المادة الهلامية الزرقاء هذه في الفيديو التي تملأ الخلية وتحتوي على جميع العضيات. يظهر الفيديو كيف تساهم السيتوبلازم في دعم وتنظيم الهيكل الخلوي والعمليات الحيوية التي تجري الآن داخل الخلية. بعد ذلك تأتي دور النواة، ويظهر في النواة كمركز الخلية. يظهر الفيديو الحمض النووي داخل النواة وكيف يلعب دور حاسم في تحكم الخلية في العملية الحيوية والتكاثر. والفيديو مليء بالرسوم الجذابة والمتحركة اللي تسهم في توضيح الأجزاء الرئيسية بشكل سهل الفهم وشيق للمشاهد.